قناة شوف تي في، اهلا بكم ومرحبا بالجميع مباشر في هذا البث المباشر في طريق رابطة بين ضواحي مكناس وسيدي بين مكناس واقليم الحاجب. فمرحبا بكم، خليكم تكتشفوا معنا الجو كيف داير اليوم الحد، وكذلك طريق بين مكناس والحاجب كيف دايره. فمرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في اينما كنتم اينما حليتم وارتحلتم، فمرحبا بالجميع. اذا مشاهدي قناة شو تي في، هذه هي الطريق الرابطة بين مكناس واقليم الحاجب، هكذا الجو كاين اليوم، اللي هو يوم الاحد، جو رائع، جو زوين. فاطمة مرحبا بك لاله فاطمة، وكذلك عزيز سفيان، هو عزيز سفيان هو اول واحد كيتفاعل معنا، فمرحبا بك سي سفيان، ومرحبا بكل متابعي قناة شوف تي في اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر. ابو سليمان ابوك سليمان صافاخيتو صافاخي لختك، شكرا على التفاعل ديالك ومن كتابعنا في هذا البث المباشر. بلال تبارك الله عليك اختي، الله يبارك فيك سيدي بلال، ونهارك مبارك سعيد انت وكل متابعي قناة شوف تي في. كنتمنى ان هذا النهار يدوز عندكم جميل، هذا النهار تكونوا ارتحيتوا وتكونوا بصحة جيدة، يوم الحد هو يوم راحة. كنتمنى ان هذا النهار يكون يوم اللي يقدروا تدفنوا فيه ترتاحوا فيه وتكونوا بصحة جيدة. فمرحبا بكل متابعي قناة شوف تي في. الله يسلمك لالا نيزرين كتقول طريق سلامة، الله يبارك فيك. بدر واش كاين شي ثلج؟ احنا الان في الطريق، على ما يبدو ما بقاش ثلج، هو كان طاح الاسبوع الماضي، فاحنا غادي نوصلوا لاقليم الحاجب وغندير بث مباشر ونشوفوا واش باقي ثلج ولا ما بقاش، لكن على ما يبدو غيكون ما كاينش لانه كاينه درجه الحراره شويه مرتفعه هنايا، اذا اظن انه غيكون داب. على كل حال فاش غادي نوصلوا لاقليم الحاجب غادي نديروا البث المباشر من تما. ميما هي سوبر فان معنا، كتقول الجو جميل، صحيح الجو رائع هنايا في الطريق الرابطة بين مكناس واقليم الحاجب. فمرحبا بالناس الحاجب اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر، تفاعلوا معنا باش نعرفوا واش الناس الحاجب كاينين واش كاين شي استقبال. حسن من بوفكران، وعليكم السلام سي حسن اللي كيتابعنا من بوفكران، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. الان شادين طريق الاقليم الحاجب، كاينه هناك واحد الحاله انسانيه اللي غادي نمشيو ونشوفوها، وكذلك تكون فرصه انها يعني الخوت المغاربه انهم يتفاعلوا معها ويتعاونوا معها. واحد السيده واحد الشابه اللي باقا صغيره، ما عندهاش اليدين ما عندهاش رجلين، وكتعيش يعني اعاقه، وحالتها الماديه مزريه وكتطلب المساعده. فاحنا غادي شادين طريق باش نوصلوا لعندها الاقليم الحاجب ونوصلوا رسالتها لكل القلوب الرحيمه. يعطيك الصحة سي عبدو، وكذلك الكريني مراد، وعليكم السلام، مرحبا بك سي فؤاد، بون فواياج. شكرا لك سي فؤاد ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس، عفوا مباشرة عن طريق الرابطة بين مكناس والإقليم الحاجب. كيف ما قلت لكم هناك حالة إنسانية كتستدعي أننا نتدخلوا أننا نوصلوا الرساله ديالها، باش الا كانوا حنا كنعرفوا ان المغاربه ناس طيبين، المغاربه ناس حنان، ناس كرماء، ناس كرماء. فكنتمنى انها تلقى تفاعل مع المغاربه، يقدموا لها يد المساعده لانها هي باقا شابه وعندها يديها، ما عندهاش اليدين بجوج وما عندهاش رجلين بجوج، فصعيب الحال. يعني غير فاش كتبغي تقوليها كتجي صعيب انك تقوليها، فما بالك انها عايشه هكاك وكتعايش هكاك. فالله يدير تاوي الخير، الله يدير فيها الخير، الله يقدرنا على اننا نوصلوا رسالتها وتلقى الناس اللي يتعاطفوا معها. اذا زهير هو سوبر فان معنا، كيقول ربي معكم ناس شوف تي في. لي ختك سي زهير، وشكرا على التفاعل ديالك معنا ومرحبا بك معنا، وكنتمنى ان هذا النهار يكون نهار يدوز جميل ويدوز على خير وبخير، يدوز بالسلام، وان شاء الله ليك ولكل متابعي قناة شوف تي في كنتمنى لكم الخير في هذا اليوم الحد ويوم الراحة.
محمد الشهاب بون فياج، شكرا لكسي الشهاب، وكذلك مراد وحسن. حسن كيقول انتنا في بوفكران، صحيح احنا الان في بوفكران شادين طريق الاقليم الحاجب كيف سبق وقلت. حتى بوفكران عندنا ولا في الموضوع عوده، يعني في بوفكران ان شاء الله باقي غادي نرجعوا وغادي نديروا فيه واحد البث مباشر، لانه بزاف ديال متابعي قناه شوف تي في اللي كيتابعونا من بوفكران وكيطالبوا منا اننا نجيو ليها، فان شاء الله غادي نجيو ليها في القريب العاجل. اذا مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، ونهاركم مبارك سعيد، وكنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ودوزوا هذا النهار على خير وبخير، ويكون عندكم نهار جميل وجو جميل وكل شيء على ما يرام. خالد كيقول واش غيجاو سموها مدينه الملوك؟ مكناس، صحيح مكناس مدينه الملوك، مكناس مدينه رائعه بسكانها بناسها الطيبين بحضارتها وتاريخها. هي فرصه اننا نذكروا ان اليوم لعب الفريق الكوديم، للاسف ذاك الفريق عريق من حجم الكوديم، باقي يعني كيلعب في الهوات للاسف، لكن الجميل في هذا الفريق اللي ديال المغرب، عفوا ديال الكوديم، اللي هو نادي المكناسي، اللي هو واخا في الهوات كيجيو ليه جماهير غفيره، كيجيو ليه عدد كبير من الجماهير، كانه ماشي في الهوات، يعني باقيين كيناصروا الفريق ديالهم وباقيين كيشجعوه. كنتمنوا لهذا الفريق انه يصعد ويرجع للمكانه ديالو. اذا هذه كانت فرصه اننا نذكروا بالنادي المكناتس اللي لعب اليوم مع الثلاثه، غادي نكون ان شاء الله حتى هو غادي يكون عندنا فيه واحد البث مباشر، وكذلك غادي ناخذ ارتسامات ديال المشجعين اللي كيجيو يشجعوا الفريق ديالهم رغم المعاناه وكذلك المشاكل اللي كيعرفها المكتب المسير. فغادي نكونوا يعني فاش غادي نهاو العمل ديالنا كيف ما سبق وقلت لكم اننا غادي بوفكران، غادي يكون في الموضوع عوده. اذا مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، والى هنا وغادي نقول لكم ما سخيتش بكم، والى هنا دمتم بالف خير الى بث مباشر اخر في مكان اخر موضوع اخر، ما سخيتش بكم، انتظرونا بعد قليل في اقليم الحاجب نقول لكم الاجواء كيفاش دايره، واش كاين الثلج، واش كاين كيف الجو داير تما. بزاف ديال المتابعين ديالنا كيتفاعلوا معنا على هذا البث المباشر وكيقولوا لنا واش كاين الثلج في افران، فانتظرونا بعد قليل باش غادي نوصل اقليم الحاجب ماشي افران. اذا مشاهدي قناه شوف تي في الى هنا دمتم بالف خير، والى بث مباشر اخر في مكان اخر موضوع اخر، نكون مع هذا الجو الجميل.